السلام عليكم ورحمة الله. منذ أكثر من شهر ترتكب القوات الإسرائيلية أفظع المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة بلا تمييز بين كبار وصغار ونساء وأطفال والمدارس والمنازل والمستشفيات. المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أكد القصف استهدف لحد الآن جميع المستشفيات، موضحا أن الكيان الصهيوني استهدف 113 مؤسسة صحية ما نتج عنها توقف 18 مستشفى و40 مركزا صحيا. يتعرض الآن مستشفى الشفاء إلى قصف مستمر لمحيط المستشفى والدور الخامس وقطع للكهرباء والأغذية والماء وأيضا قطع الإنترنت. مات لحد الآن 29 طفل نتيجة انقطاع التنفس في المركز أو مستشفى الجراحي. للعلم أن مركز أو مجمع الشفاء يحتوي على 3 مستشفيات وأيضا حاضنة كبيرة للأطفال. الناس محاصرون، صرح يوم أمس أشرف قدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بأن هناك 30,000 شخص موجود في هذا المجمع بين جريح وعوائل نازحة، البعض منهم استطاع أن يغادر والآن البعض محاصر. إذن سنبدأ من حيث هذه المجزرة، وبنك الصهاينة اليوم هو استهداف المستشفيات. في الوقت الحالي تقام القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الغير عادية كما اليوم أطلق عليها صباح هذا اليوم، والآن الكلمات لكل الرؤساء، وإحنا نستمع وننتظر القرار التاريخي. راح أكون وياكم عبر هذه التغطية. سنبدأ من سكايب. معنا الأستاذ هيثم أبو الغزلان، أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان. أهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ هيثم. في لبنان الوضع أيضا في استمرار حزب الله في المقاومة، استهدف مواقع حدب البستان، استهدف أيضا حدب يارون، واستهدف أيضا ثكنة راميم الإسرائيلية بأسلحة صهيونية. إذن المقاومة مستمرة إلى حد الآن. حدثنا عن آخر التطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك أختنا الكريمة وللمشاهدين الكرام، وأيضا نوجه التحية إلى شعبنا الفلسطيني الصامر الصامد الصابر والمصر على تحقيق انتصار بإذن الله تعالى في قطاع غزة وعلى عموم فلسطين المحتلة. كما تعلمون أن المقاومة الإسلامية في لبنان قامت منذ 8 من تشرين أول أكتوبر المنصرم حتى هذه اللحظة بالمشاركة ومشاغلة العدو الصهيوني على طول الجبهة الشمالية أي من الجنوب اللبناني، وبالتالي حققت إشغالات قوية وحققت أيضا إصابات في صفوف العدو الصهيوني على الصعيد إصابات جسدية وأيضا في على صعد أخرى كافة. بكل تأكيد هذا هو جزء من حالة المشاغلة ضد العدو الصهيوني، وأيضا مساهمة ومشاركة المقاومة الإسلامية إلى جانب شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بهذه المعركة المتواصلة حتى هذه اللحظة. نعم أستاذ هيثم، أنت من أصل فلسطيني وأكيد المشاعر الآن، والله يعينكم، يعني إحنا نشاهد بالشاشات وأكيد الدموع نفذت ودعائنا أكيد مستمر لأهلنا في فلسطين. رأيك لماذا يستهدف الكيان الصهيوني المستشفيات بالتحديد حاليا؟ أختنا الكريمة، لابد من أن نعود إلى اللحظة الفارقة في 27 أول أكتوبر، لأن ما حصل في 27 أول أكتوبر كان أظهر هشاشة الكيان الصهيوني من جهة، وأظهر أيضا أن هذا الجيش الذي قيل عنه إنه لا يقهر أنه قد قهر، وما رأيناه من مشاهد بثها المجاهدون الأبطال من داخل ساحات المعركة آنذاك وهم يخرجون الجنود والضباط الصهاينة من قلب الدبابة المركبة رقم 5 التي قيل عنها إنها فخر الصناعة العسكرية الصهيونية، وداسوهم بالأقدام قبل أن يأسروهم. هذا المشهد إضافة إلى مشاهد أخرى كثيرة سطرها المجاهدون الأبطال
آنذاك هي باتت تشكل هذا العبء على العقلية والوعي الجمعي الصهيوني أن هذا الكيان ليس له مستقبل، وأن هذه إسرائيل ليست الفكرة، ليس من الواقعية أن تكون موجودة على أرض فلسطين. وبالتالي رأينا حجم هذا الانهيار، ورأينا حجم انهيار أيضا النظرية الأمنية الصهيونية التي كانوا يتباهون بها بأنهم الأقدر في المنطقة وبأنهم الأسرع وأنهم قادرون على حسم المعارك بسرعة فائقة، وكانوا يقدمون نموذجهم من خلال سبعة من حزيران يونيو 1967 عندما هزموا عددا من الدول من فلسطين واحتلوا أجزاء أخرى من الدول العربية. لذلك اليوم ما حصل في 27 أول وأحدث هذا الزلزال لازلنا نعيش تبعاته وارتداداته المتواصلة. وهذه رأيناها من خلال الإسراع الأمريكي، من خلال وجود الرئيس الأمريكي وزيارته إلى كيان الصهيوني، وأيضا 5 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا و نعم، سأعود لك أستاذ هيثم. دعمهم الكامل. ينضم معنا أستاذ علي فضل الله، كاتب ومحلل سياسي، أهلا بك. طبعا كل يوم دانيال هاجاري المتحدث باسم الكيان الصهيوني يتحدث في مساء عن الهجمات التي يقوم بها الكيان الصهيوني خلال هذا اليوم، لكن يوم أمس قال جملة: نقوم بكل شيء، نضع يمكن 1000 خط تحت كل شيء في غزة من أجل، كما يدعي أنه المختطفين وإخراج المختطفين. وأيضا تكلم قال: نحن نخلي المستشفيات ثم ندخل المساعدات، ويمكن إقامة مستشفيات ميدانية، زعما بأن المستشفيات الحالية هي منشآت عسكرية. ما رأيكم أستاذ علي بهذا الكلام؟ شكرا لهذه الاستضافة، تحية لحضرتك وللضيف الكريم لمشاهدي قناتكم الكريمة. نفعل كل شيء، واضح فعلا أنه لا يوجد في شيء له حرمة لدى الكيان الصهيوني أمام الضربة القاسمة، الضربة الاستباقية التي وجهت لجيش الكيان الغاصب في 7 أكتوبر. تلك الضربة، تلك عملية طوفان الأقصى التي كانت بمثابة الصدمة السياسية والأمنية والعسكرية لحكومة نتنياهو المتطرفة، هذه الضربة برأيي يعني أعلمت كثيرا هذا الكيان ومن يقف معه الولايات المتحدة الأمريكية وعموم الدول الأوروبية. لذلك أمام هذا الألم الكبير وهذه الضربة الصادمة، أنا أعتقد فعلا الكيان الصهيوني بدأ يفعل أي شيء. فكل الأشياء المحرمة أنا أعتقد استبيحت لدى الكيان الصهيوني. دليل ذلك حجم الإبادة والمجازر التي يتعرض لها أهل غزة من خلال آلة الحرب التدميرية، والتي تدار الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وليس الكيان الصهيوني، باعتبار أن الكيان الصهيوني انهار من خلال الضربة القوية التي وجهت له. وبالتالي عموم القوات الأمنية والعسكرية للكيان الصهيوني تعاني من صدمة نفسية. دليل ذلك اليوم والتقارير التي تصل أن قرابة 1600 طبيب نفسي يعالج أفراد القوات المسلحة الصهيونية لما تعرضوا له من ضربات موجعة، يعني ليس في 7 أكتوبر وانتهى الموضوع، لا قطعا. حتى ما حصل يوم أمس، الكمين المحكم الذي عملته أو حقيقة خططت له فصائل المقاومة الفلسطينية، تحديدا قوات حماس وكتائب عز الدين القسام، يعني أمام أو محيط مستشفى الشفاء، أنا أعتقد بينت أن هنالك نفس عميق وهنالك صبر طويل لدى الفصائل، وتتعامل بعقلية كبيرة جدا ولا تنجر إلى الاستفزاز الذي يراد من خلال جر الفصائل إلى مساحة مكشوفة وبالتالي استهداف هذه الفصائل. لذلك نعود إلى تصريح كوهين، هذا التصريح يبين بشاعة هذا الكيان. لطالما قلنا ونبهنا أن هذا الكيان كيان مجرم، ليس لديه أي إل ولا ذمة في استباحة أرواح وأموال وأعراض الناس. ودليل ذلك اليوم نشهد
الإبادة والمجازر الكبيرة التي يتعرض لها أهل غزة. لذلك فعلا هم فعلوا كل شيء، ولكن بإذن الله مهما فعلوا فلن يعود هذا الكيان، إنه الكيان المؤقت وسيرحل بإذن الله، أمام صبر وأمام عزيمة وقدرة وعقيدة سواء شعب أهل غزة أو الفصائل التي تواجه آلة الحرب التدميرية والمجرمة من خلال الصبر والثبات والتخطيط السليم، بالإضافة للاستهداف النوعي لكل نقاط القوة التي يمتلكها كيان الصهيوني. نعم، نعود إلى المقاومة اللبنانية المشرفة أكيد مع أستاذ هيثم أبو الغزلان. نشرت المقاومة اللبنانية جبهة الجنوب في منطقة الجولان ومنطقة الخليل أنها تجذب الكيان الصهيوني بطريقة ما من الداخل إلى الجبهة اللبنانية، وهذا جذبهم يحقق ضغط على الإسرائيل، وبالتالي هذا يفيد أخواننا في غزة. هذا تصريح أحد الضباط في المقاومة، ما هو رأيك؟ قبل ذلك اسمحي لي أن أجيب على السؤال الأول لم أجب عنه أصلا، قدمت له ولكن لم أجب عليه. العدو الصهيوني يريد من خلال استهدافه للمستشفيات، هو تعبير عن هذا العجز لديه من مواجهة المقاومة الفلسطينية. وأشكر الأستاذ علي قبل قليل أنه أشار إلى الكمين الذي نفذته المقاومة الفلسطينية بالأمس، كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وعدد من المقاومين الآخرين. بكل تأكيد اليوم طيلة الفترة المنصرمة 36 يوما من هذه الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني، والعدو الصهيوني لا يزال يرتكب المجازر ويقوم بحرب إبادة جماعية ضد شعب الفلسطيني. وهذا هو الجوهر العام لهذه المعركة، أنه يستهدف الحاضنة الشعبية للمقاومة التي هي صابرة وصامدة وستبقى بإذن الله تعالى نصر بإذن الله تعالى رغم كل هذه التضحيات الكبيرة التي يقدمها شعبنا الفلسطيني. وهذا دليل، ومن جهة ثانية هو دليل العجز أمام مواجهة المقاومين الأبطال الذين واجهوه في 27 أول وما بعد 27 أول أكتوبر وجها لوجه وببطولة وبأخلاقية عالية. أما بالنسبة إلى سؤالك أختنا الكريمة، بالتأكيد اليوم الحضور الكامل والجهوزية العالية التي تبديها المقاومة الإسلامية في لبنان، كما هناك حركة سرايا القدس وكتائب الشهيد القسام وأيضا قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية، كل هذا هدفه تخفيف عن جبهة قطاع غزة من جهة. ثانيا هذا الواجب في يعني إيذاء العدو الصهيوني الذي يؤذي شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين المحتلة، وأيضا إذاقته بعضا من بأس هذه المقاومة. كما أيضا لا يمكننا أن نتغافل أو أن ننسى أن نوجه التحية إلى إخواننا في اليمن الشقيق الذين دخلوا القبر بشكل رسمي ضد العدو الصهيوني، وأيضا إخواننا في المقاومة الإسلامية في العراق الشقيق الذين أيضا يقومون بعمليات ضد قوات الاحتلال الأمريكي. هذا كله بظل هذا المشهد اليوم يعطي نقطة أمل لهذا، أن هناك من يقاوم، أن يجاهد، أن هناك من ينتظر ساق الصفر من أجل الحرب ضد العدو الصهيوني رغم كل هذه الظروف التي تعيش فيها هذه المنطقة. لكن ثانية نود التأكيد على أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي ثابتة صامدة صابرة، وهي قادرة على مواصلة هذه المواجهات ضد العدو الصهيوني مهما كانت هذه التكاليف. نحن ندرك جيدا اليوم أن هذه حرب الإبادة التي يخوضها العدو الصهيوني ضد شعبنا حرب مكلفة لنا، ولكن أيضا العدو الصهيوني اليوم يذوق بعضا من هذه من بأس المقاومة. صحيح أستاذ هيثم، دليل على هذا الكلام وعلى المقاومة الفلسطينية الشجاعة سأسأل أستاذ علي حول، وخير دليل على أنه هذه المقاومة منتصرة هو قول نتنياهو بقوله أنه لم يتوقع أن الحرب ستطول وخاصة بعد حرب المدن.
حرب المدن مثل ما يقولون احنا بالعراق نقول قعقعنا ونعرفها كل الزين، فماكو محتل يعرف قعنا مثلنا، مثل ما نشوف احنا في وضع الفلسطينيين كيف يقاتلون بكل شجاعة بمسافة صفر. الصهاينة لم يحرزوا أي تقدم، ما زالوا ميدانيا في نفس الأماكن. وخير كلام على هذا أو دليل على ذلك هو قائد وحدة المدرعات الصهيوني يقول: كلما تقدمنا أكثر كلما ضاق علينا التقدم. وهذا نفسه قتل بالأمس. ملاحظة مهمة جدا طبعا. نعم. من حضرتك، وفعلا التفكير في موضوع حرب الشوارع، أولا خلينا نعرف جانب مهم. الآن الحرب هي بين العقيدة والأديولوجيا. العقيدة التي يتسلح بها فصائل، تتسلح بها فصائل المقاومة الفلسطينية وعموم محور المقاومة الإسلامية، والأديولوجيا التي هي دائما تمثل العقل المنحرف وتمثل التضليل والأكاذيب، وبالتالي هذه الأديولوجيا عندما تصطدم بالواقع تخسر وتنهزم وتتقهقر. دليل ذلك ما يحصل اليوم. الوصول إلى مرحلة حرب الشوارع وخصوصا في غزة، غزة قد تكون هي أرض سهلة مبسطة ساحلية، لكن المخطط الاستراتيجي لعملية الطوفان وغرفة القيادة والسيطرة التي أدارت هذه العملية كانت تدرك جيدا أنه بحجم الألم وبحجم الضربة الصادمة سيكون هنالك ردة فعل كبيرة جدا، ليس من الكيان الصهيوني الغاصب، قطعا من الدول التي سلطت هذا الكيان في هذه المنطقة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي. بدليل ذلك اليوم علي الدعم الغير الصهيوني مفتوح، الدعم المفتوح عفوا من المعدات. نعم. عالية الكفاءة خاصة مثلا في الليل عندهم الأشعة الحمراء وغيرها، مع ذلك لا يتمكن من التقدم ميدانيا في أرض فلسطين. نعم. في موضوع عندما نصل إلى مرحلة الاشتباك الصفري، أولا من الصعب جدا أن يستفيد من الغطاء الجوي أو سلاح الجو، وهو السلاح الذي قد يتفوق به العدو وللأسف على محور المقاومة، لكن هذا الموضوع أخذ بنظر الاعتبار من خلال قادة الفصائل وقادة محور المقاومة وغرفة السيطرة والقيادة التي تدير المعركة. اليوم وصلنا إلى فعلا إلى مرحلة الاشتباك الصفري، ولكن أهل غزة يعني وهذه المدينة تحديدا هي مدينة الأنفاق، وما تحت الأرض هو أقوى بكثير على ما فوق الأرض. وإن فكر العدو أنه استمكن من الأرض، المشكلة التي تواجه العدو الآن وهي ستبقى بإذن الله مشكلة آزمة عليه، أنه هنالك العنصر عنصر المفاجأة باعتبار عدد الأنفاق كبير وكثير جدا وموزع بطريقة هندسية واستراتيجية بحيث تمكن أفراد فصائل المقاومة الفلسطينية بالالتفاف على أي تقدم وإحاطة وتطويق هذا التقدم. لذلك نلاحظ كلما تقدم العدو بمسافة قرابة 100 متر أو 200 متر أو حتى كيلو بالزايد، نجد أن هنالك المفاجأة أن تخرج عليه القوات وتفاجئ عموم السلاح المدرع والمشاة الآلي وتستطيع أن تستمكن منه. وأؤكد ما حصل يوم أمس هو دليل على أنه من الصعب والمستحيل جدا تقدم القوات البرية للعدو الصهيوني والقوات الداعمة له من القوات المارينز الأمريكية وحتى الفرنسية والبريطانية، لكن أنا أكرر أن هنالك حسابات دقيقة جدا لدى غرفة القيادة والسيطرة، وبالتالي المعارك البرية بإذن الله ستكون أكبر مقبرة لجيش الكيان الصهيوني ومن يقف معه، وسيفاجئ أبطال فصائل المقاومة الفلسطينية وأبطال محور المقاومة من خلال التخطيط السليم والحسابات الدقيقة لماهية المعركة القادمة. وبالتالي معركة حرب الشوارع هي صعبة جدا، فما بالك في معركة حرب الأنفاق التي استمكن منها أبطال فصائل المقاومة الفلسطينية. نعم. أنتقل للأستاذ هيثم أبو الغزلان. تصريح قيادي في حركة حماس أسامة حمدان يوم أمس: المقاومة لا تزال تتحكم في الميدان ولن تسمح للاحتلال بالبقاء في غزة، بل ستخرجه أو تدفنه في رمالها. هل هذا ممكن يعطي أمان للنازحين الذين يبحثون عن أمان، نازحين من الجنوب إلى الوسط وإلى مختلف المناطق في غزة؟ بكل تأكيد. نعم تفضل أستاذ هيثم. بكل تأكيد. بكل تأكيد أجل. نعم. طيب، يقول بكل شجاعة إننا نتحكم في الميدان،
هذا هو الواقع أختنا الكريمة. طيب بعد هذه الشجاعة خلينا ننتقل إلى ما يصرح به الكيان الصهيوني. القناة 12 الإسرائيلية تقول إن الإفراج عن الرهائن سيتم عن طريق مراحل وهدن. وقبل يومين تحدثنا عن الهدن سواء كان في تغطية المباشرة من قناة الأيام أو في تغطيات أخرى، أنه الهدنة ستكون 4 ساعات كما زعمت أمريكا بهذا الموضوع. رأيكم كيف سيتحقق مطالب كل الطرفين سواء كان حماس أو الكيان الصهيوني؟ أعتقد أختنا الكريمة أن موضوع الهدن وغير هيك هاي مسألة خاضعة لظروف المفاوضات وأيضا للظروف السياسية وأيضا للظروف الأمنية. يعني بكل تأكيد اليوم مش من صالحنا مقاومة أن نتحدث بهذا الموضوع وبتفاصيله، لأن هناك من يقوده وهناك طاقم عمل يقوم بهذا الموضوع، وبالتالي هو لديه من التفاصيل التي من خلالها هو يعلن عن حصول تقدم أو عدم حصول تقدم حتى لا نربك حساباتهم في هذا السياق. أعتقد أن المسألة لو أن هناك وصول لإنجاز في هذا الموضوع لكان أعلن عنه، ما يعلن عنه ما يسرب لوسائل الإعلام وفي إطار الحرب النفسية والضغوط على الطرف الآخر سواء من الكيان الصهيوني أو من جهة المقاومة أو من جهة ما يسمى بالوسيط. نعم. طيب الآن خلينا نتحدث بصورة أوضح عن قمة الاستثنائية العربية بهذا العنوان العريض، القمة الإسلامية العربية الاستثنائية الغير اعتيادية في الرياض الآن تقام في هذه الساعات. انتقل للأستاذ علي. طبعا كانت الكلمات مختلفة. قبل القمة صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن الولايات المتحدة تمنع إعلان وقف إطلاق النار والعالم يرى وجهها الحقيقي، وأن واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار في غزة وتوسع نطاق الحرب. وأيضا خلال كلمته في القمة قال رئيسي: نريد أن نصل إلى قرار تاريخي، والحل الوحيد هو الوحيد خلال هذه الكلمات إلى الحد الآن أنطى حل، والحل يقول هو لطرد الاحتلال هي المقاومة. رأيك أستاذ علي؟ يعني قطعاً هذا الموضوع يتسق حقيقة ويتفق مع، خليني أذكر حضرتك والمشاهدين الكرام، نعم، رأي المرجعية السيدة سيستاني والبيان حقيقة العظيم مع بداية أزمة غزة وعملية الطوفان ومجابهة هذه العملية بعمليات مجازر وإبادة للمدنيين العزل. شاهدنا بيان السيدة سيستاني عندما أكد وجوب الاستمرار الجهاد ومقاومة المحتل، فلا سبيل للاستقرار في فلسطين والتحرر إلا من خلال المواجهة والاستمرار بالجهاد. هذا ينطبق حقيقة مع قول السيد رئيس الجمهورية الإسلامية عندما أكد اليوم أيضا أنه وجوب الاستمرار فعلا الذهاب إلى هدنة. نعم هنالك حاجة إنسانية كبيرة جدا للمدنيين العزل، فهنالك نقص في الماء والدواء وحتى الحاجات الأساسية بالإضافة إلى الطاقة، لكن خلينا نعرف جانب مهم. واحدة من مخرجات عملية الطوفان هو إظهار الوجه القبيح البشع للكيان الصهيوني وللمجتمع الغربي الذي لطالما تبجح علينا وعلى عموم العالم بمنظومة من الشعارات القيمية: حقوق الإنسان والحرية والمساواة واحترام حقوق الطفل وحقوق المرأة ومن هذه الشعارات الرنانة. اليوم هذه الشعارات سقطت أيضا من خلال هذه العملية، بانت الازدواجية للمجتمع الغربي، فهو ينظر لأي استهداف من قبل روسيا لأوكرانيا على أنه جريمة حرب وهي عملية إبادة واستهداف للمدنيين، بينما يستخدم آلة الحرب التدميرية باتجاه المدنيين العزل للغزة، السلاح الأمريكي والفرنسي والبريطاني والألماني والصهيوني. هذا الموضوع يغض النظر عنه، لذلك هذه الأمور يجب أن تلحظ يا أخوان. الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني اليوم في غزة هي ليست بالجديدة، منذ اليوم الأول منذ عام 1937 ولحد هذه اللحظة لم يصح يوم الشعب الفلسطيني إلا على مجزرة أو إجرام أو عملية حقيقة تعد
جريمة من جرائم الحرب باتجاه العسكر أو باتجاه المدني العزل. لذلك لا نستغرب من هذا الموضوع. نعم. يجب أن ننتبه لجانب مهم مع هذا. نعم. سنعود لك أستاذ مع هذا الضعف علي. عفوا. نعم. مع هذا الضعف لاحظنا القوة والعزيمة وتغير موازين القوى. اليوم تغيرت معادلة الحرب، انتقلت إلى داخل عمق الكيان الصهيوني. استطاعت الصواريخ اليوم أن تدك أبعد نقطة في تل أبيب، فتح المحاور من قبل محور المقاومة الإسلامي من لبنان والعراق. نعم أستاذ علي، سنفصل الحديث بالكلام أكثر، لكن تنضم معنا عبر فونا الست ميس الكريدي، عضو اللجنة الدستورية المصغرة للمجتمع المدني. أهلا بك ست ميس. اليوم في قمة الرياض مطالبة من تقريبا جميع الرؤساء بالحماية الدولية من الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني. كيف تكون هنالك حماية دولية وإلى الآن الاستنكارات قليلة من الدول وخاصة الغربية؟ أسعد الله أوقاتكم جميعا. رحمة لشهدائنا الأبرار والرحمة لكل من قضى بطولة وفداء بتاريخ هذا الصراع العالمي الذي لم يعترفوا بنا ضمن هذا العالم من أول الزمان، من سيدنا محمد لحد الآن. أعتقد أنه هذه المطالبات هي الشكل الدبلوماسي المطلوب من أداء حكومات ومنظومات ضمن المنطقة العربية وضمن الواقع الإسلامي. لكن الجميع يعرف أن الإرادة الدولية أو المجتمع الدولي هو مجتمع تحت السيطرة، وهو مصمم أصلاً كوسيلة ضغط بيد قوى الهيمنة وليست وسيلة إنصاف. وهذا على الأقل نحن في سوريا نستطيع أن نؤلف به كتب، لأنه عندنا معلومات كاملة عن هذا المجال. المناشدات والمطالبات ومخاطبة الرأي العام العالمي كلها أمور جيدة وجيدة، لكن الإقرار بالحق، طبعا حتى الآن هم كخصوم لنا دوليين لم يقروا حتى بحقنا وواجهوا وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، قرار حماية المدنيين وقف إطلاق النار واجهوه بالرفض وبالفيتو. نعم. المعلن بأنه هم لديهم الحق في أن يقضوا على كل من لا يعمل عبدا عندهم، يعني هم يتعاملون بمنطق العبودية المطلق، انه اذا انت ترفض ان تكون عبد لي كمجتمع دولي يعني لا يمكن ان يكون الحاكم والقاضي والسلاح هو نفس الشخص. فبالتالي باعتقادي ان الحق بحاجة الى سواعد تحميه، ولذلك التوجه كان الى الجماهير العربية والى المقاومة الشعبية وإلى تربية جيل يؤمن بأنه يجب أن ينبذ حقوقه، وهذا هو الأهم في هذا الحديث، ليس في كيف نتحدث عن حقنا وإنما كيف نحميه، ليس كيف نتحدث عن استنزاف غزة والمدنيين وكل ما يحصل من جرائم، لأنه هذا مسجل، الجرائم والهمجية والعدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي كلها كلمات أقل مما يفعل الكيان حاليا في الأراضي الفلسطينية وفي غزة تحديدا، أقل من توصيف جريمته كل الكلمات التي اخترعتها القوانين. فإذا نحن نعلم هذا البقية أنه ما هي وسيلتنا لردعه، إذا كان هل نعتقد نحن أن الذي يقوم بهذه المجازر وبهذه الأساليب يرتدع بمؤتمرات أو بيانات أو طبعا مع تأييدنا لكل مسار دبلوماسي، مع رأينا أنه من الضرورة للمكان أن يكون هناك حاضن دبلوماسي وحاضن سياسي يحتضن المقاومة الشعبية ويحميها سياسيا ويثبت حقها في الدفاع عن النفس. إذا وصلت الدول الإسلامية في هذا الاجتماع مع الدول العربية إلى تنسيق محترم بهذا الخصوص ورأي متقدم من أجل أن يثبت تنسيق عربي دون تدخل بشؤونهم ودون تدخل في مساحة قربهم وبعدهم عن الكيان، يعني التوقف عند مسألة الجريمة، لأن الدول العربية والدول الإسلامية متباينة العلاقات مع الكيان ومتباينة المواقف، نحن في سوريا مثلا في المقاومة وفي المواجهة، بينما هناك دول عربية تتمتع بعلاقات يعني شبه عادية أو تطبيع أو غيره. فإذا نحن في هذا المطلوب من هذه القمة العربية أو القمة العربية الإسلامية الطارئة، المطلوب أن تشكل حالة سياسية محترمة لمواجهة هذا التعنت الدولي
الرافض للإقرار بحقنا في الحياة كفؤوس، حقنا في الحياة، يعني المواجهة مع منطقة التطهير الأرقي والإبادة الجماعية، هذا جزء ضروري. والجزء الآخر أن يكونوا حاضن سياسي حتى تتمكن أي لحظة تفاوض، لأنه هذا الكيان لا يتفاوض ولا يعطي أي شيء ولا يقدم أي شيء، لكن على الأقل حتى لا يشعر أولئك المقاومين الأشاوس الأبطال آخر ما نقدمه من كرامة لهذه الأمة هو في صورة هؤلاء الأبطال وتضحيتهم ومن يشبههم ويسير على خطاهم، أن يشكلوا لهم حاضن سياسي وحاضن وحامي سياسي وصيغة سياسية على الأقل تثبت وتدعم وتواجه في المحافل الدولية كتكتل، وتقوم بعلاقات وتعزز علاقات مع التكتل أيضا العالمي الذي ساعد سابقا، يعني الصين وروسيا والهدوات المواجهة للولايات المتحدة الأمريكية. أنا طيب ست ميس، ما رأيك بالمطالبة بالتجريم الكيان الصهيوني؟ ما سمعتك لو سمحتي. ما رأيك أيضا ببعض الاقتراحات في القمة بتجريم الكيان الصهيوني؟ لا شك هذا كله كنا نتحدث به، تجريمه وكل وسائل إدانته مطلوبة مطلوبة، ولكن إذا جرمناه هذا فرضا إذا استطعنا، لأنه كما حكينا قرار وقف إطلاق النار أيضا سيفشل هذا القرار، لأنه معه الكيان الصهيوني أكثر من فيه. الآن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة وفيها قالات أخرى سيكون لديه داعم. طيب الآن إذا تمكنا من استحصال قرار تجريم أو إداني، وأنا أستبعد هذا في ظل هذا الارتصاص الغربي العالمي خلفه وخلف حكومة يعني نحن بنظرنا نعرف من هم المجرمين، لكن حتى أنظارهم نفسهم في العالم يقولون ان هذه حكومه متطرفه، يعني يلومونها. فانا باعتقادي هذا الارتصاص الغربي لن يسمح، لا باس بالمطالبه ولا باس، ولكن حتى المطالب يجب ان يكون لدينا قوه تمكننا من فرض مطالباتنا وراينا، لا ان تتحول لمجرد لقاءات عابره وتسجيلات سوف لن يسمعها احد ما بعد شهر من الان. نعم نتمنى ذلك. انا باعتقادي انه ان يكون هناك واقع فعلي على الدول العربيه ان تشكل حاضن لحمايه هذا العمل الفدائي البطولي. لم يطالبها الشعب العربي، لم يطالب الحكومات العربيه باي قيمه، لانه يعرف ان هذه الحكومات العربيه لا تستطيع ان تواجه المنظومه الدوليه التي ترعى وتحمي معظمها، بس المنظومة الآسية التي ترعى وتحمي معظمها. فإذا المطلوب هو فقط تشكيل صيغة عمل سياسية محترمة وتظهير تكتل وازن من أجل أن يقدم مقترحاته على الطاولات الدولية فيعمل لها المجتمع الدولي حساب ويضعها في جدول عمله. إذا لم يكن هناك صيغة عمل عربي قوية ومنسقة لا أحد سوف يهتم بما يطالب به. شكرا ست ميس الكريدي عضو اللجنة الدستورية المصغرة للمجتمع المدني. نكمل حديثنا عن قمة الرياض مع الأستاذ هيثم أبو الغزلان أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان. أستاذ هيثم، طبعا كلمات كثيرة في هذه القمة، و يعني كلمة مثيرة للجدل للرئيس الأردني الملك حسين، قال بأنه حل الدولتين هو السبيل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، قوله بحل الدولتين هو اعتراف بدولة إسرائيل. أول شيء لابد، يعني بديش أحكي بدبلوماسية، أول شيء كما يقال عندنا في المثل العربي أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. اليوم انعقاد هذه القمة، أن تأتي متأخرا وأن لا تأتي نفس الشيء. صحيح. يعني 36 يوم من العدوان الصهيوني، أكثر من 11 ألف شهيد، أكثر من 25-30 ألف جريح، 80% من مباني غزة دمرت، المستشفيات تقصف وتحاصر، المعابر مغلقة، الكهرباء ممنوعة مقطوعة يقطعها الكيان الصهيوني، المياه مقطوعة. يعني تصوري أختنا الكريمة وليتصور المشاهدون الكرام أن إخواننا في قطاع غزة يشربون ماء غير صالح للشرب،
هذا إن وجد يعني بعد 36 يوما. هذه يعني كان يدخل 500 أكثر من 500 شاحنة يوميا بالكاد تكفي احتياجات أهلنا في قطاع غزة، ولكن اليوم طول فترة الحرب 36 يوم لم يدخل إلى القطاع أكثر من 500 شاحنة. هذا هو الواقع اليوم. يعني هناك مقاومة وصامدة وصابرة وتقود المواجهة بما يشبه المعجزة. نعم، ولكن أيضا يقع على عاتق إخواننا فتح معبر رفح اتخاذ قرارات واضحة صريحة وموقف سياسي واضح بقطع العلاقات مع هذا الكيان، الضغط على الإدارة الأمريكية. نحن كعرب كمسلمين نستطيع أن نضغط على الكيان الصهيوني ونستطيع أن نضغط على أمريكا ونفتح هذا المعبر وندخل الحاجيات الأساسية وما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة. ولكن للأسف الشديد كل الكلمات التي سمعنا لها في هذه القمة اليوم هي كلمات مكررة تعبر عن الإدانة، عن الاستنكار، عن المطالبة بوقف العدوان، عن المطالبة بحلول سياسية، وهكلمة الكلمة الأردنية أيضا هي في ضمن سياق هذه الكلمات. لذلك اليوم نحن لم نكن نعول على هذه القمة بخروجها بقرارات جادة وعملية تضغط على الكيان الصهيوني. لذلك هذه القمة وغيرها من القمم التي لا تأخذ مواقف جدية وعملية وفورية، سيما أن الوقت قد مر 36 يوما، وهذه القمة اليوم تأتي ببرودة أعصاب بزعمائها وقادتها ليحدثونا عن وصف وصف لما يدور، كأنما الرؤساء عملوا كإعلاميين يحدثون عن قصف المستشفيات والمخابز والمنازل وعدد الأطفال، كأنهم اليوم هم إعلاميين يحدثون. أستاذ هيثم، خلي أنتقل لأستاذ علي. هل نحتاج إلى فتوى من الجهاد أو من الأزهر للقتال والمقاومة تعقيبا على كلمة رئيسي نحتاج لطرد المحتل والمقاومة؟ والله ما أعرف بعد، يعني هي كل المحرمات استبيحت معها الغزة، وقطعا الدين الإسلامي يعني عندما يصل الموضوع الله في أكثر من مناسبة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المفروض الآن نتذكر ونذكر المشاهدين أنه المنابر التي طالما كانت تكفر بالعراقيين وتحديدا تكفر الشيعة في الحرب الطائفية والتي تدعو إلى الحرب الطائفية، المنابر العربية كافة سواء المنابر الخليجية أو المنابر المصرية وباقي الدول العربية، اليوم اخرست هذه المنابر وكأن الصهاينة أصبحوا هم الذين هم قوم الله وهم شعب الله كما يقولون، وباقي الشعوب هي التي يجب أن تموت. أنا أعتقد فعلا هنالك معادلة مغلوطة وهنالك قبح واضح من قبل من يدعون الدين. الأزهر صامت، المنابر في مكة وفي المدينة التي طالما أشبعت المسلمين كفرا وقتلا اليوم صامتة وأخرست، بل أنكى من ذلك بعض العلماء يظهر ويقول لا تدعموا الفصائل الفلسطينية إنها فصائل لا تحارب من أجل الله. أسأل بالله كيف يكون الحرب من أجل الله؟ هنالك أطفال تقتل ونساء تقتل، أعراض تستباح، أرواح تستباح، دماء تسيل سواء من الأطفال والنساء والشيوخ والكبار، حصار خانق يعني شبيه بعيدا عن التمثيل شبيه بالحصار الذي تعرض له المسلمون في شعب أبي طالب من قبل الكفار. اليوم نفس الحالة، أهل غزة يتعرضون لنفس الحصار إن لم يكن أكثر خنقا. لذلك أنا أعتقد لا توجد منطقة رمادية، بان الصالح من الطالح، بان الإنسان المسلم والمؤمن الحقيقي من الإنسان المنافق. الدين قد يكون غطاء وهذا ما تلمسناه لدى كثير من الدول العربية والإسلامية، والتي للأسف عندما تعرضت غزة لهذه المجازر وهذه الجرائم شاهدنا الصمت المطبق وحالة النفاق التي وصلت إلى حد
وكأنه لا ترى ولا تسمع هذه العيون وهذه الآذان حجم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني تحديدا باتجاه أهل غزة. يعني أستاذ علي ذكرتنا بمواقف اللي كانوا قبل اللي يدعون بأنه تعال تغدى ويا الرسول أو ستدخل الجنة وفجر نفسك، وكانوا يعني تكفير وإرهاب وقتل العزل في العراق. الآن ماكو، اليوم ماكو أي أحد يصرح بأن قتل الصهيوني هو ممكن يضمن لك الجنة. يعني بحصوت العراقيين تحديدا ذكرتيني بهذه الأيام السوداء. صحيح. لكنها بنفس الوقت هي رب ضارة نافع. كنا نقول وبالفم المملوء حقيقة وبالصوت العالي نقول أن هذه الفتاوى تخدم الكيان الصهيوني، أن هذه الأصوات المنافقة تريد تفريق المسلمين وإضعاف المسلمين من خلال هذه الحروب الطائفية. وفعلا عندما وصل المسلمون إلى مواجهة الصهاينة المتطرفون وشاهدنا حالة النفاق الكبير، أقول أن الأمور واضحة، أن الله يسمع ويرى وسيعاقب كل هؤلاء المنافقين. وقسما كل ما يحصل للفلسطينيين اليوم لأهل غزة سيصيب كل هذه الشعوب العربية وهذه الأنظمة الحاكمة الفاجرة التي وللأسف يبدو أنها سعيدة على قتل الفلسطينيين. أقول ما تسوقونه اليوم باتجاه أهل غزة أو ما تصمتون عنه سيساق عليكم قريبا عاجلا أم آجلا. نعم. هذا الموضوع ستتعرضون له، لأن من المفترض أنكم أناس مسلمون. نعم. ولديكم المروءة من العرب، لكن تبين لستم بمسلمين ولستم بعرب، لستم أهل مروءة ولستم أهل نعم. دين. شكرا وإلا ما يحصل اليوم من المفترض أن نسمع. نعم. الفتاوى. نعم شكرا لك أستاذ علي فل الله، من كاتب ومحلل سياسي، وشكر موصول إلى أخونا الفلسطيني الشهم أستاذ هيثم أبو الغزلان أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي، كان في عونكم، وإن شاء الله النصر لفلسطين. وشكر موصول إلى الست ميس الكريدي عضو اللجنة الدستورية المصغرة للمجتمع المدني. انتهت هذه التغطية، في أمل إن شاء الله لقرار حاسم وتاريخي في قمة الرياض. لما لا؟ إلى اللقاء.